اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره، الخبره اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله، هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسة. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. اهلا بكم. طب تجميل الاسنان وصل لايه دلوقتي؟ بيقولوا انه دلوقتي الهاند ميد اللي هو زي ما بيقولوا الصناعه، كل واحد له فنيات، له تركات، كل شخص يعني لو عايز هيتعمل له تجميل غير اشرف، غير حسين، رغم ان احنا ممكن نكون شبه بعض شويه، اشرف ده اخويا، لكن ممكن يبقى فيه فروقات بينه وبين بعض. فكل واحد له بصمته، له تفصيلته، له تفاصيله، له نقاط اختلافه. زمان الكلام ده كان لما يتقال تحس ان الكلام ده يعني خيال علمي. ايه يعني هاند ميد؟ انتوا بتبالغوا. وما كانش في حد بيقول. والأول مرة نتكلم على الهاند ميد النهاردة بالتفصيل. هل في طب الأسنان دلوقتي بقى كل واحد لوحده؟ ده هنتكلم فيه النهاردة، هاند ميد بالتفصيل. تعالوا نشوف مع ضيفي قلعة عزيز. طور كتير قوي من الثقافة الطبية الخاصة بعلم الأسنان، طور فكرة العمل الجماعي بشكل رائع جدا، قدم نماذج لهذا العمل الجماعي، قدم الكثير جدا من أفكاره فيما يتعلق بتجميل الأسنان. والنهاردة فكرة جديدة، كلام جديد، حاجة دي نوفو خالص، هاند ميد، مع واحد من سوبر ستارز عالم تجميل الأسنان، مش في مصر، في العالم العربي، أستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشني والله. وحشني جدا. وكل والله سنة وحشني والله. وانت جدا جدا جدا. وكل سنة وانت طيب. وانت طيب والله. رمضان كريم. كل الناس بخير يا رب. وكالعادة متألق في رمضان، ربنا يخليك. أنا عايز أسألك الأول، أنت شايف طب الأسنان التجميلي إزاي دلوقتي؟ شايفه إزاي في 2018؟ إحنا في 2013 سألتك نفس السؤال، 2018 هو نفس السؤال، بس أكيد الأمر مختلف. الأمر اختلف. إن لو قلنا في 2018 كنا بنعتمد أو كان عندنا ثورة في التكنولوجيا عالية جدا، فكنا فرحانين قوي بيها وبدأنا نستغلها. الخمس سنين او الست سنين اللي قضيناهم دول، عارف بقى لما يحصل الدنيا تركز كده وتقعد تشتغل بفن وبهدوء، ده الفرق. خلاص التكنولوجيا كانت سايقانا واحنا بنجري وراها واستفدنا منها كويس قوي ومنبهرين بيها للغايه. بعدها بدا بقى التفاصيل تظهر بقى. التكنولوجي زي اي حاجه في الدنيا، حاجة ممكن اجيب لك يعني اسرع عربيه في العالم اديها لك دلوقتي تسوقها زي ما بنقولها، عشان لو مش مدرب عليها تخش في اقرب عمود قدامك. كنت عايز اقول لامبورجيني. مثلا لامبورجيني، بوجاتي. مش محتاجه اعلان، لان الحاجات دي مش ملهاش هنا اعلانات اصلا. حاجه زي بوجاتي مثلا 1001 حصان، انت بتتكلم لو مش هتعرف تسوقها كويس هتروح انت وهي في مشاكل. نفس الفكره، التكنولوجي خلقت سرعة ودقة في الأداء، بس كانت محتاجة اللي يعرف يسوقها. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا شايف إن وما زلت بأصر إن مصر فيها أشطر وأحسن دكاترة في الوطن العربي، يمكن في العالم، لأن خلال آخر 3-4 سنين الحمد لله الحمد لله بقت مصر دلوقتي قبلة الناس تيجي من لندن ومن أمريكا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن الدول العربية من زمان. فاحنا اكتشفنا ان احنا بنعيد شغل معمول في أمريكا كنا نتخيل
ان الناس دي لا مستواهم خيالي، لا هم عاديين جدا جدا زيهم زي اي حد. احنا اشطر، احنا اشطر في ايه؟ احنا عندنا مهارات يدويه وعندنا جرأه غير موجوده عند الدول دي لان ما عندهمش منافسه. الدول الاوروبيه وامريكا وكندا، الدول دي الدكتور في الاخر عامل زي مأذون المنطقه، هو ده الدكتور اللي موجود في في المكان، فالناس هتروح له وتحجز عنده خلال 6 شهور، فهو ما عندوش كومبيتيشن لان هو لا هو عايز يطور قوي ولا يجيب اجهزه، الدنيا كده كده شغاله ومتظبطه عنده، ما عندوش اي مشاكل. لكن في الدول العربيه وفي مصر بالذات لا، احنا الكومبيتيشن عاليه جدا، فخلقه حاجات جديده. فانا بقول لك التكنولوجي الفتره اللي فاتت، لا الفتره اللي جايه هيبقى بقى ايه؟ اللعب. انت ازاي مختلف؟ انت بتطلع شغل عامل ازاي؟ التفاصيل. ناس كتير ما بيبقاش عندها لسه تصور انه شكل الوش، لون البشره بيلعب دور مهم في الاسنان، فبيتلخبطوا. يجي يقول لك انا عايز اعمل سنان بيضه قوي، عايز اعمل اسنان بالشكل ده، وهو مش متناسب مع وشه او مع لونه. تمام. احنا اتفقنا ان اي حد عايز يعمل تجميل اسنان الاول بيدور على دكتور متخصص في التجميل، عشان الدكتور المتخصص في التجميل هيعمل له حاجه مهمه جدا اسمها سمايل اناليسيز او تحليل ابتسام. تحليل الابتسامه ده بمنتهى البساطه حاجه بتيجي زي ما تكون رايح تعمل بدله هتفصلها، الراجل هياخد مقاساتك عشان يشوف تفاصيل جسمك عشان يعمل لك انسب حاجه حلوه عليك. واكيد في فرق ما بين الحاجه اللي هتتعمل لك وبين لما تروح مكان تاخد فيه حاجه جاهزه. تمام. فالتفصيل ان انا دلوقتي عندي كيس اهي، مثلا عندي المشكله عندها جامي سمايل، عندها مسافات بين السنين. لما جينا عملنا التصوير خالص بدانا نصور وشها وخدنا مقاسات وبدانا نشوف ايه المشاكل وعملنا التحليل بتاعنا، شفنا كمان ان الجامي سمايل عندها لو اتحلت لاحظ ان احنا ما حليناش جامي سمايل بس واسنان بس، لاحظ الفرق ما بين شفايفها تحت وشفايفها فوق. الفرق بين الحالتين دول عاد ما حصلش تدخل في الشفايف خالص، يعني شفايفها ما اتلمستش، في فرق كبير بين الاثنين. هتحس ان شفايفها فوق بقت فل، بقت مليانه وبقت مرسومه. ليه؟ لان كان الجامي سمايل كان فيه كمان بروز في العظم، فلما تريح لما تشال جزء من اللثه وجزء اللي في العظم فالشفايف نفسها ارتاحت. الشفايف لما تبقى مشدوده يبقى شكلها رفيع، طب لما الشفايف ترتاح تاخد شكلها الطبيعي. لاحظ هنا بقى كل مره هنشوف صوره هديك هنت على فكره الهاند ميد. لاحظ هنا هتلاحظ ان في فرق ما بين الصور اللي هنعرضها النهارده وبين الصور مثلا اللي عرضناها في رمضان اللي فات. هتلاقي كل الصور هتلاقي فيها تدرج في اللون، وهتلاقي فيها شفافيه. هنا نفس الفكره، هنا عندنا اسنان كانت معوجه، هتلاحظ ان شفايفها وهي مرسومه على السنان اللي معوجه فوق هتلاقي شفايفها رفيعه وفي نفس الوقت فيها تعريج، يعني الشفايف مش واخده الرسمه بتاعتها الطبيعيه. لما ظبطنا السنان بتاعتها شفايفها بتعمل ازاي؟ برضه هنا دي تصوير محترفين على فكره، تصوير محترف. ما هو من ضمن فريق العمل الطبي في تجميل الاسنان في اسمه دنتال فوتوغرافي. في دكاتره متخصصه في كده، والحمد لله هنا في مصر يعني انتشر الشباب اللي طالعين، شباب واعي، شباب الدكاتره اللي طالعين انا شايف ان هم بقى عندهم عارف متطلعين وفاهمين وبيتابعوا، فخلاص بقوا عارفين ان في دنتال فوتوغرافي فبقوا بيصوروا، بقوا يعملوا سمايل اناليسز. انا يعني انا شايف ان الجيل اللي طالع هو جيل سابق، جيل هيبدا يعمل انتاج مختلف عن يعني عن الناس اللي هنقول مثلا من 20 30 سنه. لا، في طفره هتحصل الفتره اللي جايه في الشغل في التجميل عامه في مصر. فهنا زي ما انت شايف برضو الشفايف اتغيرت بلمسات في السنان. برضه مهم قوي لو بصيت قوي على السنان، السنان شكلها ناتشرال. ناتشرال دي يعني هاند ميد. ليه؟ لان احنا كنا بنتكلم 2013 التكنولوجي ان احنا بقينا نعمل السنان بسرعه والاجهزه والكلام ده. طيب الاجهزه بتستخدم بلوكات فبتطلع السنه تقريبا مونوليثيك، يعني لون احادي، وما بتحاول تلعب فيها فبتعمل فيها ستينز او الوان. طيب اللي انا هقوله ده رايي انا، ده رايي انا الشخصي. احنا ربنا خالق اسناننا مش طبقه واحده، تمام؟
ربنا خلق أسناننا طبقات. طيب لو أنا عايز أعمل تجميل قريب من اللي ربنا خلقه يبقى أبدأ أعمل إيه؟ يبقى أبدأ وأنا بنفذ القشرة التجميلية أو الكراون التجميلي أعمله بنفس الطريقة، أقرب من الخلقة، أقرب من الطريقة اللي ربنا خلق بيها. ليه؟ لأن اكتشفنا لما الضوء، احنا دايما بندور على ماتيريال، بتعمل ايه؟ بتتفاعل مع الضوء بنفس الطريقة اللي بيتفاعل بيها الأسنان اللي ربنا خلقها، تمتص جزء وتعكس جزء وتعدي جزء بنفس النسب. طب احنا الحمد لله المصنعين صنعوا لنا المادة دي زي القماشة. القماشة دي لو خدتها وعملتها لإما تعمل منها فستان حلو أو تعمل منها بدلة حلوة أو ممكن تعمل منها شوال في فتحتين تخرج منهم إيديك. فنفس الفكرة، أنت عندك المادة اتخلقت موجودة، هتعمل لها مانيبيليشن إزاي؟ فأنا رأيي أنا الشخصي إن احنا نعمل لها بلايرنج تكنيك. اللايرنج تكنيك ده مش اختراع، ده على فكرة حاجة موجودة من 15 سنة، حاجة قديمة. اسمه إيه؟ لايرنج تكنيك، يعني اللي هي إن أنا أحط لاير طبقات. بالظبط، عشان كده تصنيع الابتسامة الحلوة ما بقاش ينفع يتعمل في يوم. ما ينفعش تجيلي النهاردة أقول لك يلا أنا بكلمك ينفع تعمل ابتسامة مقبولة جميلة، لكن عشان تاخد هاند ميد التفاصيل اللي احنا هنشوفها في الصور اللي جاية، لا، ده بتقعد تتصنع سنة سنة لايرز، بتخش أفران كذا مرة، تاخد طبقات. الستينز ما بتبقاش ستينز، ما بتبقاش لون على السنة دي، بتبقى دي. بص الصورة دي ممكن نقعدها كده شوية، نقعد الصورة دي بس ايه حبة صغيرين. لاحظ الأسنان اللي في الصورة دي عاملة ازاي، لاحظ الطبقة الشفافة اللي مش عاملة ستريب، دي طبقة في عمق، يعني في عمق السنة نفسها، مش لون على السنة، دي مش ستين لو رحت عامله كده هيروح، ده لايرز عمالة تتبني. لاحظ التعريج اللي في قلب السنة اللي بالعرض وبالطول، دي نيتشرال طبيعية، لازم السنة الطبيعية يبقى فيها تعريج. بالظبط كده. طيب احنا كنا بنقول مثلا ايه مهارة دافنشي العظيم، في الناس بتقول ليه عليه ان هو فنان عظيم جدا؟ التصوير. يعني ايه التصوير؟ يعني هيك لو عمل لك تمثال وعندك كرمشه تحت عينك من هنا هيعملها، عندك كرمشه في البدله بتاعتك هتطلع الكرمشه دي، التفاصيل الدقيقه جدا اللي بتخلي التمثال ده الناس تشوفه تقول ده هينطق. يعني ايه هينطق؟ يعني ناقص له روح ويبقى شكله بني ادم، ويبقى بني ادم. نفس الفكره هنا، انت بتمسك السنه بتقعد تصنعها من روحك، ماسك السنه وعمال دي فرشه وباودر وليكويد وعمال بتاخده وتعمله لاير وتدخله الفرن وتخرجه وتعمل لاير وتدخله وتبص فيها وتديها تفاصيل وتديها ملامح، علشان خاطر لما تبقى راكبه تبقى انت باصص على السنان دي وتقول الله السنان دي حلوه، السنان دي لوحه. عايز تاخد سنان لوحه بالمنظر ده، يبقى انت تروح عند ارتست واحد، دكتور فنان عايز تاخد ده. خد بالك لازم نفرق ما بين ان انا باخد شغل طالع من المكنه احطه في بقك ملوش ملامح، بغض النظر انت راضي، ما انت ممكن تكون راضي بيه وعاجبك، انت عايز اسرع، او يعني انا بكلمك عن الديماند، هل انت عايز حاجه شكلها ده ولا عايز تاخد سنان بيضة ومرصوصه وخلاص؟ ما هو ده موجود وده موجود، انت اللي ليك الاختيار. يعني انا مش بقول لك ان انت غلط، انت ممكن تكون حابب يبقى عندك سنان بيضة وخلاص ما فيهاش تفاصيل، ده ديماند عندك. لكن انا هنا بخاطب مين؟ اللي عنده ديماند ان ياخد حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه، حاجه جماليه، حاجه فيها فن، حاجه هو نفسه لما بيبص عليها يبقى مبسوط. ده متعب، ده محتاج مجهود. دي سنان معموله، حضرتك تقدر تقول لي السنان دي لو انت بصيت عليها كده تفرق ايه عن السنان الطبيعيه؟ كان ممكن جدا الطرف الاخير بتاع السنه، خلي بالك الطرف الاخير في ديفكتات، في تمويجه، في تمويجه. كان ممكن قوي، لا احد يقول لك لا ده في عيوب اهي، بص خلي بالك الطرف ده في حته داخله لجوه تحت في السنتين السنترال. بالظبط، لا عشان قريب قوي هو ده الطبيعي. لا ده احنا مكبرين عشان ده يبقى ما عشان انا قصدي اقول هات بقى السنان اللي ربنا خلقها وصورها، ما هي طبيعيه كده هتطلع كده. عايز اقول لك على معلومه، المصورين عارفين المعلومه دي كويس، لما تحب تصور صوره ويقول لك الصوره ما تلسعش، يعني ما تلمعش، بيعمل ايه؟ بيصور بحاجه اسمها سوفت بوكس. سوفت بوكس ده بيطلع اللايت عشان يبقى ديفيوز، حاجه كده عليها شاشه، بوكس عليه شاشه، فالنور ما يبقاش طالع من اللمبه فيلسع فيعمل لك، عارف الحاجات اللي بتلمع دي. السوفت بوكس ده بيكسر اللون. ربنا اصلا خلق السنان لما تكبرها قوي فيها تمويج،
واللايرز اللي جواه ده سوفت بوكس ربنا خلقه طبيعي. عشان كده لما بتبص على اسنان حد حتى في الشمس المفروض ما تلمعش، ما بتحسش ان هي ازازه والنور دخل فيها ورد لك. لا واللي ما حدش يعرف يبص لحد بالظبط. لا او يعني او لا كل حد يجي يبص لها ابص ليك بتلمع كده او تبقى او تبان انها بلاطه. ربنا مش خلق السنان كده، ربنا خلق سيراميكا. السنان مش سيراميك. تمام، انت حاطط على طول مش تباشير بقول لك التجميل مش ابيض تباشير، ده تجميل. دي واحد ده حد دي سنان معموله تجميل. فانا كاتب دايما ايه التجميل مش ابيض تباشير. واحلى حاجه في التجميل انه يكون طبيعي في كل تفاصيله. او التجميل في التفاصيل. وخلي شغلك يتكلم عنك. وخلي شغلك يتكلم عنك. اي يعني متبالك انا لا. ما هو خلي اسوا فعلا يعني انا فكره انا بحب شغلي. ودكاتره السنان الشاطرين الكتار اللي موجود في مصر بيحبوا شغلهم. ففكره ان انا ما يعني كدكتور بطلع عشان خاطر فين شغلي يا جماعه؟ يعني فين الشغل؟ لازم اتكلم في الشغل، لازم اوري شغلي. لازم وانا مهمتي كدكتور مش معقوله مش معقوله قاعد طول خمس ست سنين ما نزلتش صوره سنان يعني غير مره ورا. فين صورك؟ فين صور السنان؟ الاحترافيه مهمه جدا لكل كلام لكل موقع لكل حوار لكل حلقه. حوار مختلف عن الحوار اللي فات، زي كل حلقه تجميل مختلف عن التجميل اللي فات. صح كده؟ صح كده. نورتني. كل سنه وانت طيب. كل سنه واحنا كلنا طيبين يا رب. دايما رمضان حلو يا رب. يا رب مع بعض على طول يا رب. يا رب نورتني طبعا. المتميز المبدع دكتور نور الدين مصطفى كان في حوار الناس الحلو. خليكوا دايما مع الدكتور والناس الحلو. السيدات اللي عندهم سمنه مفرطه بيبقوا عرضه اكثر من غيرهم لحاجات كتير جدا، واخرها طبعا للاسف السرطانات والامراض والاورام الخبيثه. يعني لا يمكن السماح للسيده بان هي تحمل الا بعد مرور 18 شهر من اجراء عمليه السمن، سواء كانت تكميم المعده او تحويل المسار. العمليه هي اللي بتختار صاحبها مش صاحبها هو اللي بيختارها. معدل كتله الجسم هو اللي يقول العيان ده يستفيد من ايه وما يستفيدش من ايه. الحلم مش ان انا افقد وزن مبالغ فيه، لان احيانا بيبقى فقدان الوزن المبالغ فيه نقمه وليست نعمه.